قال مسؤولون أمريكيون إن مقايضة الغاز الطبيعي الإيراني مقابل النفط العراقي ستمثل انتهاكا للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران ما لم تصدر الولايات المتحدة استثناء يسمح بذلك. وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أعلن إن العراق سيبدأ مقايضة النفط الخام مقابل الغاز الإيراني لإنهاء تكرر تأخر المدفوعات المستحقة لطهران بسبب ضرورة الحصول على موافقة الولايات المتحدة على تلك المعاملات. نتيجة لعقود من الصراع والعقوبات، أصبح العراق يعول على الواردات الآتية من إيران في سد احتياجاته المحلية المتنامية من الغاز. ومع صعوبة سداد المستحقات تتجدد أزمة انقطاع الإمدادات كل صيف تقريبا، حيث تضغط طهران بهذه الورقة على بغداد للحصول على أموالها. رغم أن العراق يعد ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، فإنه لم ينجح بعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في ظل حرق غالبية الغاز المصاحب، ما يجعله يستورد الغاز من إيران بنحو 40 مليون متر مكعب يومياً. لكن خلال الأعوام الثلاثة الماضية واجه العراق عدة تحديات لاستيراد الغاز الإيراني، فقد تراجع الضخ من طهران إلى مستويات منخفضة مع فشل بغداد في الوفاء بتسديد مديونياتها وكذلك لزيادة الاستهلاك محلياً في إيران، وهبطت إمدادات غاز إيران إلى العراق لنقطة الصفر في يناير الماضي، ما تسبب في فقدان ما يفوق 7000 ميجاوات من الكهرباء في العراق، ما وصل بالطاقة الإنتاجية إلى نحو 15000 ميجاوات، في حين أن المطلوب لتلبية احتياجات البلاد من الكهرباء يناهز 24000 ميجاوات بحسب وزير الكهرباء العراقي. ويعول العراق كثيرا على صادرات الغاز الإيراني في تغطية احتياجاته المتنامية من الكهرباء التي تسبب تراجعها مؤخرا في استفحال أزمة الطاقة في البلاد. وفي أبريل الماضي أعلنت وزارة الكهرباء العراقية أن حجم الإنفاق السنوي لاستيراد الغاز الإيراني أو الغاز من إقليم كردستان العراق قد لامس قرابة 6 مليارات دولار أمريكي. وفي يونيو الماضي وافق العراق على سداد ديون الغاز الإيرانية بما قيمته نحو 2.76 مليار دولار بعد الحصول على إعفاء أمريكي من العقوبات المفروضة على طهران.